السلام عليكم ورحمة الله. متابعي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم. أكيد إن شاء الله العرض ديال اليوم غادي يليق بالحضارات ديالكم، خصوصا الثمن ونوعية لابارتومون. باختصار شديد، هاد لابارتومون هادي بحال قلت لكم دوك دي زابارتومون اللي تيكونوا في واحد النيفو عالي، تيكونوا بأثمنة ديال اللي كتفوق 80 مليون. هذه بحال التصغير ديالها، صغير ديال دوك ديزابارتومون اللي في هذاك النيفو، هذا هو التصغير ديالهم. ابارتومون صغيره ولكن في مستوى ديالهم من ناحيه لافينيسيون. هذا اكيد كلشي غتشوفوه معايا في هاد الشقه اللي المساحه ديالها الاجماليه 75. ملي تنقول مساحه 75 يعني راه يعني مساحه اون بلونشي، ولكن غادي نحيدوا واحد تقريبا واحد 10 حتى 12 متر من هذه المساحه اللي هي ديال الحيوط او الدروج ولي بالكون. كاين اللي غادي يعرف هذه المساله، كاين اللي ما غايعرفهاش. المهم هذه مساله معروفه. ومن ناحيه لابارتمون في الفينيسيو ديالها، فينيسيو اول شيء المواصفات ديالها، المواصفات ديالها فيها صالون سيجور، حيت هو هذا اللي انا فيه نيت. يعني اول ما كندخل الصالون على اليسار ديالي والسيجور، شفنا الخلفيه ديال لابياج العود، يعني هنا بدات من هنا كيبدا السيجور. يعني انا دابا راني واقف في السيجور بالضبط. فيها جوج ديال الغرف، فيها حمام وفيها مطبخ اكثر من رائع وحمام زوين. ما عرف صراحه باش غادي نبداو بالمطبخ. كما لاحظتوا الاخوان، ابارطومون اللي مازال ما تسكنت، وعدد السكان ديال هاد العماره ما كيفوتش 8 ديال السكان، لا يفوق 8 سكان. كما كتلاحظوا بالنسبه للمطبخ، جا ايكيبي وبفينيسيو ديال هذا المطبخ جد عالي. لاحظتوا الطريقه باش تخدم هذا المطبخ، ماتيريال باش تخدم الزليج، الام دي اف ديالو، اختيارات ديال الفورم، لا بلاك، وداكشي كله بون كاليتي، وغتلقاه غير في لي زابارتومون اللي كيف ما قلت لكم اللي مجهدين. ما عارف الجالاكسي كيفاش كيجي في المطابخ، خصوصا الا دخل عليه الابيض والكحل ديما سبحان الله كيعطي وكيجي روعه. هذه الثمن ديال الاخوان 37 مليون، وقابله قابله للنقاش على حسب، حيت كاين اللي غياخذ اللي كيدير كريدي وكاين اللي عنده الكاش. الثمن كيقدر يتغير على حسب هاد الاوبسيونات. بصراحة مطبخ متكامل زوين انيق، ما تقدر تقول عليه حتى شي حاجة. اجا عندها بلاصة الثلاجة، بلاصة ماشين اضافي، اي حاجة كاينة بليصه ديالها محطوطه، ودار المقابل حسابها. بلاصه الثلاجه خلا شفناها في الاول. عندك الانترفون هنايا، يمكن لك تفتح اللي غيدق عليك امام المطبخ. وهذا هو المطبخ اللي كتشوفوه معايا، الباب الرئيسي هو هذاك اللي قدامي، هذا السيجور باش تعاود توضح لكم الصوره. سيجور فاص مع الصالون. واحد الملاحظه مهمه، ان هذه الشقه هي اللي بقات، هي اللي كاينه في العماره من اصل 8، هي اللي بقات في طروازيام ايطاج. اللي مهتم بها مرحبا. هذه غرفه